لا لا الحمد لله يعني الناس خدات الفكره في الناس في هذا الشيء اللي وقع في السيمانه الاولى. يعني الناس بدات يعني الناس واعيه وجاوا لقاو الواد. كتسناو دابا باش ينقص الواد ان شاء الله باش نكملوا الطريق ديالنا، لان الا قطعتي الواد راه كتشكل خطوه عليك وعلى الناس اللي غاديين معاك. وهذا ايضا السلطات كانت واحد الواجب اللي هو اي مثلا نهار بحال هكا كنلقاو السلطات بصح الحمد لله يعني اي بصح الحمد لله يعني اي بلاصه اي منطقه كتلقى فيها السلطات قائمه بالواجب ديالها الحمد لله، ويعني كيوجهوا الناس باش ما يقطعوش يعني بحال هذا الويدان حيت هما اخطر يعني صعب على الناس اللي غاديين ولا احنا جينا في الطريق كنا غادي جهه يسفن غادي طريق طاطا وكنا غادي جهه يسفن. ايوا جينا لقينا الواد خارج دابا وكنتسناو باش ينقص الواد ولا ينقص الماء ان شاء الله باش نكملوا الطريق ديالنا. والحمد لله يعني الامطار الخير يا تبارك الله الحمد لله، وحتى الوقايه المدنيه الحمد لله، والناس ديال سميتو السلطات والحمد لله يعني كل شيء قام بالواجب ديالو. والحمد لله كنتسناو دابا غير باش تسرح الطريق باش نكملوا الطريق ديالنا من هنا لإسفن ان شاء الله، والله ينسى سيدنا. وهذا هو السلام عليكم. المكودي عبد الرحيم، سائق الشاحنه من الوزن الثقيل. جيت من اكادير مشارجي واحد الشارجور طالع بها ان شاء الله لطاطا على حساب وزاره تجهيز النقل. دابا بالنسبه دابا حنا الشارجور غادا تما ان شاء الله باش نساعدوا الناس تما مساكن اللي عندهم الضرارات تما ان شاء الله بحول الله، الناس اللي مضرين تما. وملي جينا خويا لقينا شويه صعوبه في الطريق، لقينا واحد الويدان هنا في الطريق قاطعين حابسين الطريق، والواد اللي مشكل الخطوره هو هذا على الطريق. هذا راه كنتسناو ان شاء الله ينقص شويه ان شاء الله ونسرحوا نهبطوا الماكينه ان شاء الله ونسرحوا الطريق ان شاء الله ونكملوا الطريق ان شاء الله لطاطا ان شاء الله بحول الله. رأي بخصوص الفاجعه ديال طاطا اللي وقعت؟ واش نقول لك اخويا، اول حاجه الحمد لله على نعمة الله، حيت الحاجة اللي كتجي مع ربي الحمد لله مرحبا بها. هاد الناس تما راه مخصوصين للماء، واش نقولوا ما عندنا ما نقولوا، الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر على كل شيء. هاد الواد هذا جينا باش نقطعوا ساعة لقيناه حامل، ثاني مرة هو كيحمل في هاد 15 يوم هادي، والحمد لله هاد الشيء راه كيبشر بالخير والفرشة المائية غتزادي إن شاء الله. وكنشكروا الصحافة الوطنية اللي جاو يساندونا حتى هما، والسلطة المحلية حتى هما راه كيجاو حتى هما باش كيوعيو الناس باش ما يقطعوش الواد. وكنتمنى التوفيق للجميع، والحمد لله هاد السنة هادي راه كتبشر بالخير إن شاء الله باش الفرشة المائية تزاد، والله ينصر سيدنا. وكنشكر الجميع لا بالنسبة للصحافة والسلطة المحلية والناس، الحمد لله راه الناس واعيين ما غاديش يقطعوا حتى يكون الواد ناقص. وكنتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخسائر واش كاينين في هذا؟ لا في هاد المنطقة لا ما كاين لا خسائر لا والو، الواد كيحمل كيزيد كيدوز واحد وقت زمني كينقص، الخسائر ما كاينينش. لا يعني خسائر كاينين في طاطا بالضبط؟ بالضبط في اقليم طاطا كاين الخسائر. فرحانين بهذا التصرف؟ الحمد لله حنا فرحانين الحمد لله، والفرشه المائيه راه تزادت هذه تقريبا واحد الاسبوع، راه تزادت في البيران وتزادت في العيون. هذا الشيء راه كيبشر، حنا فرحانين القلوب ديالنا فرحانه والناس فرحانين، ونتمنى التوفيق للجميع اخويا. وهذا الشيء راه كيبشر بالخير. اودي انا كنت في اكادير، جاي من اكادير وغادي نتيزنيت ان شاء الله، وديك الطريق اللي ملهي قال مقطوعه. دابا فاش جيت لهادي شدني هاد الواد البارح وشدني اليوم. ايوا الحمد لله. المهم كان معايا القايد انا بوحدي هنا، كان معايا القايد البارح بقى معايا تقطعت انا وياه. واليوم عاوتاني انا جيت قلت زعما نجي بكري باش نقطع، ما كاين لا شفت لا والو، تلاقيت معاه هو نيت وطحت فيه هو. وهذا لا ما عندنا ما نديرو، نصبرو عاوتاني نباتو هنا تيدير له 4 سوايع. كان بحال هكا بحال هكا حنا دابا غادي وكيتزاد، حنا جاي واحد الواد اخر من الفوق يعني غيتخلط مع هذا وغتلقاهم بجوج، واحد غيولي في نفس جوج غيوليو في نفس واحد. اييه كيفاش شويه على الفيضانات اللي ضربات الاقليم ديال طاطا مؤخرا؟ واه اقليم طاطا حبيبي مازال ما وصلناش، على ما سمعتي وعلى ما قالوا مازال حنا بغينا نمشيو لطاطا، ولكن لا اله الا الله فين غنمشيو، مازال ما كاين لا طريق لا والو، بغينا نمشيو لطاطا.
ولكن ما شفنا والو الصراحه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.